شكوى ضد دولة قطر إلى منظمة العمل الدولية وإلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المصرفية والاقتصادية العالمية، وتوكيل مني لمقاضاة دولة قطر أمام المحاكم الأوروبية والأمريكية. السبب الحقيقي في مشكلتي هو الاضطهاد بسبب الرأي، بسبب آرائي المؤيدة للدولة المصرية وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعض المقيمين في قطر والذين يرفضون أي تأييد لمصر أو للسيسي وينتمون إلى تنظيمات تصنفها مصر كتنظيمات محظورة، تقدموا بشكوى كيدية ضدي في أمن الدولة القطري. في 15 مايو 2016 بعد يومين أنهت جريدة الشرق القطرية خدماتي، وحظر بنك قطر الوطني حساباتي، وصادر مستحقاتي، ومنعني من السفر خارج قطر، ورفع ضدي قضية، واستصدر حكما بحبسي استنادا إلى ما يعطيه له القانون القطري للحقوق. عينك على العالم.